بالنسبة للحصيلة التشريعية لفريق العدالة والتنمية، كانت مجموعة مقترحات التي تم إيداعها، ولكن عمليا لم يتم التصويت على أي مقترح ما عدا مقترح واحد بالنسبة للمعارضة. طبعا هذا الشيء يطرح إشكالية حقيقية بخصوص ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية، لأن اليوم الحكومة تشرع أكثر من البرلمان، وهذا إشكال غير مرتبط فقط بهذه الدورة ولكن مرتبط بالإشكاليات العمل النيابي في المغرب عموما. ولكن اليوم الحكومة مطالبة باش تراعي أن سلطة التشريع الحصرية دستوريا هي البرلمان، وخا الحكومة عندها إمكانيات أن تشرع أكثر من البرلمان عبر مشاريع القوانين، وطبعا موقع الأغلبية في التشريع يحرج أكثر من موقع المعارضة، لأن الأغلبية يفترض أنها تمثل الحكومة تنسق معها، ولكن في النهاية هذا لا يجب أن يبرر إلغاء حق البرلمان في مبادرته التشريعية. بالنسبة للدارجة في التعليم، ويلي رضيتينا لا بالنسبه للدرجه في التعليم، اتصور انه نقاش غير مطروح وليس نقاش جدي، لان مرت وضع على الرؤيه الاستراتيجيه اصلاح منظومه التربيه والتكوين لم يكن فيها نقاش نهائيا حول ادراج الدارجه في التعليم، سواء في التعليم الاولي او غيره. كانت محاوله ديال زرع هذا النقاش او اقحامه، ولكن عمليا تم التصدي مؤسساتيا. لا يعني عمليا المغاربه خصهم يعرفوا ان ادراج الدارجه في التعليم ليست قضيه حقيقيه، ولم ترد في شي مرحله من مراحل نقاش الرؤيه الاستراتيجيه. الاستراتيجيه ديال 2015 2030 مثلا، الحكومه ديال 2021 فينا والهامش ديالها باش تجيب لنا مشروعها في اطار الشعب؟ هو يوجد اشكال على عموما بالنسبه لعلاقه المؤسسات الدستوريه بعضها ببعض، لان السياسه العموميه المرتبطه بالتعليم يفترض ان تضعها الحكومه ويقيمها البرلمان. اليوم عمليا تم وضعها من طرف المجلس الاعلى للتربيه والتكوين والبحث العلمي اللي هو مؤسسه استشاريه، ولكن هذه اشكاليات متعلقه بالعلاقه بين المؤسسات الدستوريه في المغرب عموما، وهي في النهايه الفهم ديالها يتم خارج الاطار الدستوري. هذا هو الواقع، لأن عمليا الدستور يعطي للحكومة حصريا وضع السياسة العمومية، ويعطي للبرلمان حصريا تقييمها. المجالس الدستورية تظل استشارية. عمليا اليوم الرؤية الاستراتيجية توضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صارت سياسة عمومية متبنت عبر القانون الإطار. نحن ننتظر القانون الإطار.